السيدات والسادة المشاركون من خبراء الاقتصاد والتنمية وممثلي الشركات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة. الضيوف الكرام، أخواتي وإخواني الحضور، يسعدنا لقاءكم جميعاً اليوم، ويسرنا مشاركتكم في المؤتمر العالمي الثاني حول التمكين الاقتصادي للمرأة. ويبدو لنا أن العديد منكم قد شاركوا في الدورة الأولى لهذا المؤتمر الذي انعقد بالشارقة منذ عامين. نرحب بعودتهم لزيارة الشارقة، ونتمنى لجميع الحاضرين مؤتمرا ناجحا بإذن الله. وعند قراءتنا لبرنامج ومحتوى جلسات مؤتمر اليوم وغد، رجعنا بذاكرتنا لعدة عقود مضت، ومر في مخيلتنا تتابع البرامج والمبادرات والإجراءات التي اتخذناها خلال تلك الفترة وأثرها على تطور وتحسين أوضاع المرأة في مجتمعاتنا. ولن نعدد هذه البرامج والمبادرات الآن، ولكننا نرغب في التحدث بإيجاز شديد عن رؤيتنا لوضع ومكانة المرأة في مجتمعاتنا. المرأة هي الأم والأخت والزوجة وأم البنات والبنين، فماذا تتوقعون أن تكون رؤيتنا لوضعها في المجتمع والعائلة والأسرة؟ والمرأة هي شريك أصيل في الحياة بكل ما فيها، في أيام الرخاء وفي أيام الشدة، وفي السهل والصعب، جنبا إلى جنب مع الرجل في كل أمور الدنيا. لا أفضلية لأحد على الآخر. ولتحقيق هذه الرؤية كان علينا جميعا رجالا ونساء أن نبدأ من البداية وننشئ أولادنا على هذه الرؤية منذ الطفولة المبكرة، ونعلم ونعضد التفاعل فيما بينهم لترسيخ هذه المبادئ والأسس الأسرية والمجتمعية. ولتحقيق ذلك على مختلف المستويات، بدأنا مع الأطفال منذ الحضانة ورياض الأطفال، ثم مع النشأ في المدارس ومراكز الناشئة، والشباب في الكليات والجامعات والمراكز الثقافية والرياضة والرياضية، يتعلمون ويمارسون خلال سنوات التكوين والنمو والتقدم مبادئ وأسس المساواة التامة بين الجنسين في كل المعاملات، وتتاح فيها فرصة الدراسة واكتساب المعرفة والخبرات بدون تفرقة، كل في المجالات التي يرغبونها والتي تتوافق مع ميولهم وميولهن. وها نحن نرى الآن الطلبة والخريجين من الجنسين من كل برامج جامعاتنا يحدوهم الأمل في التمكن من شق طريقهم في الحياة العملية المنتجة. نحن الآن نطلب من الشركات والمؤسسات المختلفة أن تضيف إلى ما بنيناه خلال العقود الماضية، وتعمل على أن تضم نظمها ولوائحها وتوجهاتها ما يتيح ويؤكد على إعطاء الفرص الحقيقية المتساوية لأبنائها وبناتها للعمل والإبداع والابتكار. وأعتقد أنكم سوف تتحدثون وتتحاورون معا في هذا الشأن خلال بعض جلسات مؤتمركم. هذا المؤتمر حسب عنوانه أعطي صفة العالمية، والضمان الذي أعطي يلاحظ من خلال استعراض كثير من الداعمين
لا يتعدى حدود إمارة وليس دولة، فما بالكم بهذا النشاط الذي تقوقع في مؤسسات حكومية في نطاق عملها. القصد من هذا المؤتمر أن ننطلق إلى العالم، هناك كثير من الدول بقليل من التوجيه وقليل من المال نستطيع أن نغير أوضاع المرأة في كثير من بلدان العالم. أنا أقول باسمكم هنا، أكون أنا أحد الضامنين، ليس على ما بيدي من مؤسسات، ولكن أقول ما في العالم من مؤسسات. نقول لا بد أن ننطلق إلى هذا العالم الذي أصبحت فيه المرأة في أوضاع سيئة، أكان في أفريقيا أو كان في آسيا أو كان في أمريكا الجنوبية، هذه الثلاث قارات تعاني ما تعاني من الأزمات، من أمراض مستعصية ومن أوضاع صحية للمرأة بالذات، ولا بد لنا أن ننطلق ليس فقط على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم ككل، حيث تحتاج إلينا المرأة في أوضاعها. باسمكم جميعا أكون أنا من المتعهدين الضامنين لبرنامجكم تجاه المرأة في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية، حيث تحتاج المرأة وجودنا معها. مرة أخرى نرحب بكم جميعا في الشارقة، ونتمنى لكم مؤتمرا ناجحا وإقامة سعيدة معنا إن شاء الله، ونشكر المعنيين في هذه المؤسسة نما على جهودهم في تنظيم هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.